مرحبا، معكم أنا عبد الواحد. اليوم إن شاء الله رح نستكمل موضوع الفليكس بوكس. رح نحكي اليوم في الجزء السادس. تقدروا تتابعوا الفيديوهات الخمسة اللي قبل على القناة. اليوم إن شاء الله رح نحكي في بروبرتي جديدة اللي هي الأونلاين كونتنت. حتكون عندنا الأونلاين كونتنت هي البروبرتي الجديدة اللي حنحكي فيها اليوم إن شاء الله. طيب اما نحكي في الاونلاين كونتنت، حنشوف الاكزامبل اللي معنا اللي حنشتغل عليه. هاي الاكزامبل اللي عندنا من 1 ل 10، بنلاحظ ان هم جايين في 3 لاينز، بنلاحظ ان هم معمولهم الايننج للليفت، بنلاحظ انه البوكس الاول بيبدا من الليفت. هذا كله معناه انه في بروبرتيز معموله مرينا عليها احنا سابقا، عشان هيك لازم تشوفوا الفيديوز اللي قبل عشان تقدروا تكملوا وتستوعبوا الفيديو هذا كويس. خلينا نشوف بشكل سريع. هاي ديسبلاي فليكس طبعا للديف الابو، للبيرنت اللي هو الكونتينر اللي هو اللونه اخضر اللي جاي جواه الديفز التانية. هنلاحظ انه الديف الابو معمول له ديسبلاي فليكس عشان يصير عندنا الايتيمز اللي داخله فليكسيبل ويصير الديف فليكسيبل. عندنا الجاستيفاي كونتنت اللي هي فليكس ستارت، حكينا قبل هيك على الجاستيفاي كونتنت اللي هي بتعمل جاستيفاينج هوريزونتالي للديفز. حنلاحظ في عندنا فليكس فلو اللي هي رو وراب، اللي هي اصلا حكينا انها تاخد تو بروبرتيز اللي هي فليكس دايركشن والفليكس راب. فليكس دايركشن لانه ممكن نعملها رو، ممكن نعملها كولوم، ممكن نعملها رو ريفرس. والراب من حد ما عملنا راب شفنا انه صار عندنا 3 lines، وقلنا لو باي ديفولت هي بتكون نو رابينج، وبالتالي كلها بتيجي بوان لاين، لكن لما انا اقول له رابينج معناها بصير ينزل في مور ذان وان لاين. لو جينا شفنا هنا عملنا نو راب، هنلاحظ انه بيرجع كله وان لاين. وعندنا الالاين ايتيمز اللي حكينا بتعمل alignment اللي هي ال vertically لل items، ممكن اعملها كلها في النص او فوق او تحت او تنعملها stretching. طيب هلا احنا عندنا الاكزامبل اللي بنحكي فيه اليوم اللي هو في الالاين كونتنت. لازم نكون عارفين في البدايه انه هذه البروبرتي ما بتشتغلش وما بنحسش اثرها الا اذا انا عندي more than one line، يعني باختصار لو كان عندي رابينج. لو ما كان عندي رابينج انا ما بحتاجش استخدم الاونلاين كونتنت. باي ديفولت هذا الشكل اللي احنا شايفينه، هذا باي ديفولت. ايش الخاصيه هاي الباي ديفولت؟ لو اجينا هنا وقلنا اونلاين كونتنت ستريتش، هنلاحظ انه ما صارش عندي اي تغيير. هي الاونلاين كونتنت ستريتش ما صارش عندي اي تغيير، هي نشلتها ما صارش عندي اي تغيير. الاونلاين كونتنت، هلا نفترض انا عندي الشكل هذا وعندي رابينج، وبدي اجيب السطر الاول والسطر الثاني والسطر الثالث كلهم في نص الصفحه، في نفس الصفحه فيرتيكالي، يعني بدي اعملهم سنترينج. يعني لو انا اجيت هنا وعملت انسبكت واجيت قلت له align items center اللي هي بتعمل لي vertically، مش احنا قلنا في الفيديو السابق انه عندنا align items vertically بتعمل نعملها centering، فبنقدر نجيب الديف في الديف الابن في النص vertically. هنا عملنا الاين ايتم سنتر ما ظبطش. ليش؟ لانه انا اصلا عندي مور ذان وان لاين، وبالتالي عندي اكسترا سبيسز، في عندي مسافات زياده بين اللاينز هذه. هو كيف بده يجيب سنتر؟ ما فهمش او ما قدرش يجيبهم زي هيك. وبالتالي لما يكون عندنا رابينج ويكون عندنا مور ذان وان لاين، انا ما بقدر اني استخدم الاين ايتمز عشان اعمل سنترنج فيرتيكالي، اجيبها في الميدل تبع الصفحه. وبالتالي نستخدم حاجة اسمها align content. align content بتعمل stretching، عملت stretching للlines على طول الديف، عملت stretching فغطت الديف كله واعطت extra spaces. طيب نيجي نشوف لو انا اجت قلت له align content center، align content مش align items،
Align Content Center. شوف ايش صار الشكل. وبالتالي احنا هيك قدرنا نعمل سنترينج ل 3 lines في الميدل اوف ذا بيج vertically باستخدام الالاين كونتنت. يبقى لو انا عندي رابينج في عندي مور ذان وان لاين وفي عندي اكسترا سبيسز ما بنفعش انا استخدم الالاين ايتمز، لازم استخدم الالاين كونتنت. نرجع ناكد الالاين كونتنت ما بتستخدم الا اذا كان عندي رابينج. وبالتالي يبقى عندي هنا الالاين كونتنت، الالاين كونتنت باي ديفولت هي ايش؟ stretch. The default value is stretch. لكن احنا غيرناها توي وعملناها center. لو بدي اجيبهم كلهم تحت مباشرة، اول حاجة مفروض احنا بتخطر ببالنا اللي هي عنا flex start. هيهم اجوا عنا فوق الصفحة، وفي عنا اللي هي flex end بجيبوها تحت في الصفحة من تحت. هاي center flex start وفي عنا flex end. هنجرب flex end. هاي flex هاي flex end، وبالتالي اجوا عنا في الصفحة من البوتوم to توب، او اجوا في بوتوم الصفحة، اجوا في البوتوم تبع الصفحة. ضل عنا كمان خاصيتين في الالاين كونتنت برضو مروا علينا، اللي هما السبيس بتوين والسبيس اراوند، ومفروض تكونوا متذكرينهم وايش الفرق بينهم. حكينا سبيس بتوين هو لما جربنا او شفنا المثال، حكينا يومها انه الديفات الاول والاخير بيجوا على اطراف الصفحة، على اطراف الديف، والمسافة بوزعها داخل الديف الرئيسي. حكينا هاي space between. space around بيوزع المساحة حوالين الديفز الداخلية كلها. خلينا نشوف عشان نتذكر، ولازم تراجعوا او ترجعوا للفيديو اللي قبل اللي حكينا فيه على موضوع space between و space around اللي هو في خاصية justify content. طيب نيجي نشوف هنا، لو انا عملت space between نفس الفكرة بس بطبق على اللاينز، اعطى اللاين الاول واللاين الاخير بيخليهم فوق في الصفحة. طبعا هذا بس المارجن والبادينج اللي انا معطياه، يعني لو انا اجيت شلت المارجن والبادينج هاي المارجن شلناه، وبالتالي هنا هيك احنا تأكدنا انه هو ايش بجيبهم، بجيب الديفين حوالين هيو لانه راحت المسافة، بالتالي صار في وسع انه يحط الديفز كلها في تو لاينز. فهيو بيعطي في بداية الديف وفي اخر الديف، والمساحة الباقية بوزعها بتوين ثم، بيجي في النص ما بتيجيش على الاطراف. طيب لو احنا عملنا، هنعمل ريفرش بس عشان نرجع البادينج والمارجن، لو اجينا احملنا هنا سبيس اراوند، سبيس اراوند بنلاحظ هاي المسافة توزعت، هي في فوق هنا، هي في هنا، هي في هنا، هي في هنا. لو انا اجيت على الانسبكت ورجعت شلت المارجن، شلنا المارجن، بنلاحظ انه ضل في مسافة فوق وفي النص وتحت، وبالتالي اراوند الايتمز. لكن في البتوين بنلاحظ انه اللاين الاول كان فوق خالص ما فيش قبله مسافة، واللاين الاخير ما فيش شيء تحته مسافة. بالتالي هي نفس الفكرة اللي احنا حكينا فيها في السبيس بتوين وسبيس اراوند المرة الماضية، لكن المرة هاي بيحكي على اللاينز وبيحكي على الاكسترا سبيسز في اللاينز لما احنا نستخدم الرابينج. وبالتالي في عنا اللي هي زي ما في عنا ستريتش والسنتر وفليكس ستارت وفليكس اند، في عنا كمان سبيس بتوين وفي عنا سبيس اراوند. اليوم ان شاء الله احنا هيك بنكون غطينا البروبرتيز الرئيسية في موضوع الفليكس بوكس. ان شاء الله بنلقاكم في الفيديو القادم مع خصائص تانية في موضوع الفليكس بوكس. لكن قبل ما ننتقل الها لازم نكون فهمنا لغاية بارت نمبر 6 في الفيديوز، لانه هي الكور كونتنت تبع الفليكس بوكس. شكرا لكم.